رسميا مسابقة توظيف مفتشي الصحة نهاية شهر سبتمبر الحالي، ومشروع مراجعة مخطط أمن المستشفيات هذا الأسبوع على طاولة الحكومة. هذا ما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى مختلف مستشفيات العاصمة. بوضياف أكد أن المسابقة التي يعين من خلالها 200 مفتش داخل القطاع ستجري نهاية شهر سبتمبر الحالي، مضيفا أن الأطباء العامون هم أيضا على موعد مع عملية تكوين كبرى بداية من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن قطاع الصحة لن يتأثر بسياسة ترشيد النفقات التي ستعتمدها الحكومة في المرحلة القادمة. المفتشين احنا فتحنا 200 منصب رايحة تكون في نهاية سبتمبر هذا إن شاء الله، وعندهم تكوين تاع سنة باش يجيو يدعموا المفتشية العامة للمنظومة الصحية. الباب مفتوح، كل الأطباء عامون اللي حبوا يتكونوا مرحبا بهم. لسياس تكوين في الصحة مستمر، الصحة معنية بأنها تواصل التكوين تاعها والبرنامج تاعها. خرجة وزير الصحة الجديدة والتي أسقطت مدير مستشفى الرغاية شرقي العاصمة من منصبه بعد الغيابات المتكررة والتقصير في المهام حسب بوضياف، أكد من خلالها أن قضية أمن المستشفيات يشغل حيزا كبيرا من مخطط الوصاية في المرحلة القادمة، مؤكدا أن هذا الملف سيعرض على طاولة الحكومة هذا الأسبوع من أجل إعادة صياغة آليات تنفيذ مخطط الأمن الاستشفائي. للأسف الشديد وقفت المدير تاع الرغاية، وقفتوا لأنه اللي يابسون ما راكم لاحظتوه معايا غايب تماما، على ما على بالوش كاسكي سباس شي لوي. بالنسبة للأمن هذا موضوع شغلنا كثير، وقعت هناك عدة اجتماعات احنا نتبع في هذا الموضوع، وانا انوي خلال هذا الاسبوع ارفع هذا الانشغال الى اعلى مستوى بحيث تكون فيه قرارات صارمه ان شاء الله. لا يمكن ابدا اننا نواصل نرضى بانه طبيبه ولا طبيب ولا ممرض يجي في الليل ويخلي كلش باش يجي واحد يهينه ولا يسبه ولا يضربه. هذا وستتعزز العاصمة بما يقارب 650 سرير في الأسابيع المقبلة، كما سيحظى عدد من مستشفياتها بعملية تهيئة وعصرنة قريبا. بوضياف أكد على أن عصرنة القطاع ستكون هي محور الجلسات التي ستعقدها الوصاية مع نقابة الصحة من أجل بحث آلية إخراج المستشفيات الجزائرية من المعاملة الكلاسيكية.